هل قضاها امام مطربة الجزائر ذات التاريخ المجيد؟ لقد اصبح دخل مطربة الجزائر في الليلة الواحدة 3500 جنيه في الليلة الواحدة. الليلة الواحدة لمطربة الجزائر 3500 جنيه مهية 100 طبيب ومهندس في الشهر. حتى ان بعض الصحفيين قال يا ليت ابنتي كانت مطربة ويا ليت ابني كان طبالة. الطبال يقضي 3 حفلات في اليوم، الحفلة الواحدة ب15 جنيه، في اليوم الواحد 45 جنيه. اضرب 45 جنيه في 30، 45 في 30 ليكون حاصل الدار مرتب الطبال في الشهر 45 في 30. انزل بالصفر 3 × 5 = 15، 5 ومعانا الواحد، 3 × 4 = 12، 1 = 13,350 جنيه مرتب الطبان في مصر. وبارك الله لنا في اشقائنا العرب الذين يأتون الى بلادنا فينظمون عقود الدولارات. بارك الله في الاشقاء الاثرياء يأتون الى بلادنا فينظمون عقودا من الدولارات الامريكية، عقود من الدولارات الامريكية، ثم بعد ذلك يحزمون بها الراقصات في شارع الهرم. يا اشقاءنا لا تنسوا ربكم الذي نقلكم من ركوب الابل الى ركوب الابل. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولقد كان لومي شديدا على محافظة النطهلية، فقد افادت الانباء انهم سيرفعون السطار عن تمثال لمطربة في مدينة المنصورة، وتكلف هذا التمثال 12,000 جنيه. قلت سبحان الله، اترحمونها بهذا العمل؟ اترحمونها باقامة تمثال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صناع التماثيل ان شر الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يأتي بهم الله وبتماثيلهم ويقول لهم احيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم، لقد شاركتموني في النحت والتصوير فأحيوا ما خلق. ولا يقولن فيلسوف او متفلسف انه الفن. انا اقول ليس بفن، انما هو فشل. اذا اردتم ان تخلدوا الذكرى لمصلح فلا تخلدوها بإقامة الأصنام، إنما خلدوها كما قال سيد الأنام: 7 يصين الميت في قبره، من ورث مصحفا أو علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلة أو بنى دارا لابن السبيل أو بنى لله مسجدا.
تمساح يقلق 12,000 جنيه في محافظة تحتاج الفقراء فيها الى الغذاء والى الدواء والى الكساء، هذا حرام. ولو كانوا عقلاء لقاموا مستشفى لمعالجة البلهارسيا ب12,000 جنيه. البلهارسيا التي تأكل في أكباد الفقراء أكلا وتنزف دماءهم نزيفا، 12 منها محافظة التقهلية تتقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم يوم القيامة، تقيمون بها تمثالا. والفقير في مسيس الحاجة إلى ثياب تستر عورته وإلى لقمة ترد جوعته. أحد المصرفين المصريين صرح في جريدة عكاظ السعودية بأن دخله من الطرف كل شهر 20,000 جنيه. 20,000 جنيه مصري يتقاضاها مطرب يسمى العنتليب الاصمر، 20,000 جنيه كل عام. السياحة العربية من الدول العربية في لندن، السائحون العرب في لندن، بلغت مصاريفهم في لندن 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد. الأشقاء العرب وأغنياء المصريين لا بارك الله في من عصاه، 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد في لندن، مطرب 20,000 جنيه في شهر. والله لقد بلغت أتى مني مبلغه عندما جاءني شاب ومعه رسالة. جاءني قبل أن أصعد المنبر بدقائق قليلة، واستمعت إلى الرسالة ماذا فيها. إنه شاب باكي القلب قبل أن تبكي عيناه. استمعت إلى الرسالة قبل أن أصعد هذا المكان الطاهر بدقائق. اسمعوها فإن الرسول يقول: من مشى في قضاء حاجة أخيه فكأنما اعتكف في مسجدي 3 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا المأساة. يقول في الرسالة: ان امي مريضة بمرض السكر، وقد انفقنا عليها كل ما نملك، وفوجئنا بخروج حراج في إحدى قدمي، وذهبنا بها إلى مستشفى قصر العين، كم صنع الطبيب عن إجراء عملية له، ذهبنا بها قبل ذلك إلى أحد الأطباء، فأبدى استعداده لإجراء العملية، ولكن الذي أعجزنا أنه قال: لا أعملها بأقل من 300 جنيه، ونحن لا نملك من 300 جنيه 300 مليم. مطرب يتقاضى 20,000 في الشهر. كاد لساني يخطئ ويقول في السنة، في الشهر. يعني أنا وأنتم جميعا قد نحصل عليها كل عام، يتقاضاها في الشهر.
وأسرة تمرض ربتها بمرض السكر ويعانون ما أضيع الفقراء في مصر، ما أضيع الفقراء في مصر وما أفسد الأغنياء عندنا. مريضة، حراج، سكر، 300 جنيه. أيها السادة الأعزاء، إنني أطرح عليكم هذه القضية لتشاركوا فيها، فإن النبي قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. النصارى يتحدون هناك في الكنائس ولهم صندوق خدمات، يزوجون العازف ويعينون الفقير ويعالجون المريض، ونحن معاشر المسلمين متفرقون تفرق الغنم الشريدة في الليلة الشافية.